مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج من القاهره، والذي يبدا الان ويستمر حتى قبل منتصف الليل بربع ساعه. مساء الخير يا ايمان. مساء الخير يا شادي، مساء الخير لكل مشاهدينا. انطلقت اليوم جوله الاعاده بالنسبه للمصريين في الخارج، وعلى مدار يومين المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه، وبالتاكيد الانتخابات في الداخل في جوله الاعاده هتكون يوم الثلاث والاربع غد وبعد غد، ولذلك هيكون عندنا متابعه في من القاهرة النهاردة لهذه الجولة على ضوء المؤشرات التي تركتها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية. بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، السفارات والقنصليات المصرية في جميع الدول التي تجري فيها هذه الانتخابات فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم في المواعيد المحددة. هذه الانتخابات طبعا كما هو مقرر تجرى في جميع دول العالم عدا الدول التي تشهد أزمات باستثناء اليمن، سوريا، ليبيا وإفريقيا الوسطى، وذلك لوجود نزاعات مسلحة داخل هذه الدول ما يصعب إجراء العملية الانتخابية فيها. بالنسبة للداخل طبعا صحيح، في الداخل طبعا تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بجولة الإعادة اللي هتبدأ غدا الثلاثاء وهتستمر حتى يوم الأربعاء. تسلمت وزارة الداخلية يوم الاثنين مقر اللجان الانتخابية، وأكدت أن دور رجال الشرطة بيقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل مقر اللجان إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على جاهزية القوات لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية في المناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي. خلينا نذكر حضراتكم بما أسفرت عنه الجولة الأولى من المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة في هذا الشهر، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في محافظات المرحلة الأولى 7,220,594 ناخب بنسبة حضور بلغت حوالي 27%، وكانت محافظة الوادي الجديد هي الأعلى في نسبة المشاركة بنسبة 37%. أما أقل المحافظات فكانت محافظة الجيزة بنسبة تصويت 21%. هذه الجولة المنتظرة من الإعادة من المفترض أن تحسم 222 مقعدا، بينما تحسم المرحلة الثانية بقية مقاعد مجلس النواب المرتقب البالغ عددها 596 مقعدا. من المقرر انه تجرى المرحلة الثانية والاخيرة من الانتخابات زي ما قلنا يوم 21 و22 من نوفمبر المقبل في الخارج، ويوم 22 و23 من الشهر نفسه في الداخل. دي المرحلة الثانية من الانتخابات. هنتحدث بالطبع في هذه الحلقة عن المشهد الانتخابي في مصر، كيف سيكون هذا المشهد غدا وبعد غد، التوقعات والمأمول من المشاركة والإقبال على التصويت وغيره من النقاط والقضايا الخاصة بالانتخابات من خلال حوار رئيسي في هذه الحلقة. قبل الحوار نستعرض مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي بتلخص أهم الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، ونبدأ باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة بكامل هيئتها، والذي طالب فيه الرئيس بالتعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن رئيس الحكومة عرض تقرير بعد زيارته إلى الإسكندرية، وقدم فيه ما ستقوم به الوزارات وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطنين بالإسكندرية، وأثارت حالة من الغضب أيضا أدت إلى تقديم محافظ الإسكندرية إلى استقالته. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على وجوب تغيير استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات على ضوء هذه الأزمة، حيث يتم التحسب للأزمات قبل وقوعها بما يضمن التعامل الأفضل والإدارة الجيدة للأزمة، وبالتالي ذلك يحول دون وقوع خسائر كبيرة لا سيما في أرواح المواطنين بعد التجربة التي حدثت في الإسكندرية. نتوقف مع هذا التقرير.
في تحرك سريع نحو حل المشاكل التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مجلس الوزراء بكامل هيئته برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. خلال الاجتماع عرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن زيارته للإسكندرية، فضلا عن الجهود التي بذلتها الوزارات المختلفة والجهود المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين. وأوضح رئيس الوزراء أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة 9 ساعات وبمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال 3 ساعات فقط منذ 9 صباحا وحتى 12 ظهرا. وتعرضت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي لأمطار غزيرة وتساقط لكرات الثلوج بكميات كبيرة غطت الشوارع والميادين، وأدى هطول الأمطار إلى تراكم المياه بكافة الشوارع ومناطق الإسكندرية وأسفل الكباري، مما أثر على حركة المشاة وسير السيارات. القوات المسلحة من جانبها تمكنت من شفط كميات المياه من شوارع الإسكندرية، حيث قامت المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بدفع العديد من السيارات المجهزة كفنطاس والمزودة بطلمبات لكسح وشفط المياه للمعاناة في سرعة السيطرة على الأوضاع وإزالة المياه من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الإسكندرية. أما وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد قررت صرف 10,000 جنيه لأسرة كل متوفى جراء أحداث الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى صرف 100 جنيه للفرد من الأسر المدارة عن كل يوم، إلى جانب إمكانية نقلهم إلى مخيمات الوزارة لحين توفير البديل الملائم لهم. كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد قابل استقالة محافظ الإسكندرية من منصبه على خلفية الأحداث التي شهدتها الإسكندرية، وتم تكليف نائب المحافظ بالقيام بأعمال محافظ الإسكندرية. ما زلنا نتحدث عن الإسكندرية، هذه المرة عن المباني الأثرية الموجودة في الإسكندرية اللي تعرضت للرشح بسبب الأمطار الغزيرة. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور فندم. أهلا بيك. يعني هل فعلا أنه المباني والمساجد التاريخية زي محكمة سرايا الحقانية ومسجد وكالة الشرباجي ومسجد الإمام البوصيري وكل ده اتعرض لمشاكل ورشح؟ بص يا فندم، الحمد لله، يعني بنتكلم بس في الاثار اللي في اسكندريه، بنتكلم على الاثار الاسلاميه والافيه اللي هي تخشني انا يعني. الاثار الحمد لله، الحمد لله انها بتاعت امبارح عدت على خير. بالنسبه للاثار اللي موجوده في اسكندريه، يعني الموضوع بتاع الرشح ده يعني شيء عادي. كل طبعا المباني اللي موجوده في اسكندريه سواء مباني تراثيه او مباني خاصه بالاثار هي تعرضت طبعا للسيول الجامده اللي حصلت امبارح، والمباني طبعا في بعض المباني ما تاثرتش تاثير في ضرر، ما حصلش ضرر خالص الحمد لله. موضوع الرشح ده موضوع عادي. ايه المباني اللي تاثرت؟ لا ما عندناش، يمكن يعني هو في الجناح الغربي بالدور الاول في متحف المجوهرات الملكيه يعني تم تاثره برشحه مش اكتر، وتم تشكيل على فور لجان هندسيه واثريه ولجان للتضمين الدقيق لمعالجه الاثار الجانبيه على الرشحه ان وجدت. لكن ما حصلش اي اضرار في جميع اثار اسكندريه للاثار الاسلامي والافتي نهائي الحمد لله، وعدت على خير امبارح. لكن طبعا احنا بنقصد اي حاله او اي اثر قد يتضرر في الفتره القادمه ان حاجات ممكن ان هي يعني بتصيب بيها تاثير وما بتظهرش التاثير بقى الا بعد فتره ثانيه او فتره قدام شويه. عشان كده احنا رصدنا اللجان الهندسيه والاثريه ومعاهم الترميم الدقيق، عشان لو في حاجه ممكن تظهر في المستقبل نتيجه النوه اللي ضربت اسكندريه امبارح ان احنا نعالجها قبل ما يحصل اي يعني تفاقم للحاله وكده. لكن بشكل عام اثار اسكندريه الاثار الاسلامي والافتي بخير وما حصلش اي دامج ولا اي ضرر الحمد لله فيها. يعني الاشاعات اللي قالت انه في مآذن سقطت دي اشاعات مش حقيقيه؟ لا فندم، كانت السنه اللي فاتت في النوه بتاعت السنه اللي فاتت في مأذنة جامع ابن خلدون كانت سقطت. وطلعنا اتكلمنا وقلنا لا، المأذنه بتاعت جامع ابن خلدون الجامع غير مسجل في اعداد الاثار الاسلامي والافتي في محافظه الاسكندريه ولا يتبع وزاره الاثار، هو يتبع وزاره الاوقاف. وحتى مش جامع يتبع لجنه المحافظه على التراث وكده، هو جامع حديث. وبالتالي هو يعني ده بالنسبه للنوه اللي فاتت، اما بالنسبه لامبارح الحمد لله ما حصلش اي حاجه عندنا.
هو بعض المباني طبعا يعني اصيبت لها يعني رشح وكده، وده حاجه عاديه يعني ما اثرتش على المباني، والمباني بتاعت اسكندريه اللي الاثار الاسلاميه والقدس بخير. وطبعا مع ذلك بناء على توجيه الدكتور محمد احمد عبد اللطيف رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه، تم تسجيل لجنه فوريه بدات عملها من اول من النهارده، بتضم في عضويتها لجان اثريه وهندسيه وترميم دقيق عشان نشوف المباني اللي تعرضت للرشح، نطمن على حالتها بس مش اكتر من كده. شكرا لك استاذ محمد متولي مدير عام الاثار بالاسكندريه. ولسه توقعات بالأمطار الغزيرة مستمرة كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية على مختلف أنحاء محافظات الجمهورية حتى يوم الثلاثاء القادم على أن تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع احتمالية وصولها إلى حد السيول. توقع الخبراء أيضا أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون في أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. نفى مركز معلومات مجلس الوزراء عدد من الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسبوعين اللي فاتوا في التقرير الشهري اللي بيصدره المركز لتوضيح الحقائق. في مقدمتها ما أثير حول خصم 10% من رواتب أعضاء هيئة التدريس وعزوف الحكومة عن دفع أموال المعاشات. قال التقرير إن وزارة التضامن الاجتماعي نفت ما تردد حول تصريحات الوزيرة غادة والي بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمستحقيها، مؤكدا أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقا لما جاء في الدستور المصري وأن الوزارة منتظمة في السداد من المصري. ما تردد أيضا عن خصم 10% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. قال التقرير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليس في نيتها الانتقاص من رواتب أعضاء هيئة التدريس أو الإضرار بمصالحهم، ولم يرد إليها أي مخاطبات تفيد بتخليق أو بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات. نفى التقرير أيضا ما تردد عن تخفيض رواتب العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وطالب مجلس الوزراء من وزارة المالية باعتماد صرف راتب شهر أكتوبر الجاري الخاص بموظفي هيئة الأوقاف دون أي نقص عن الأشهر السابقة. تطرق التقرير أيضا إلى تحذيرات وزارة الصحة من تطعيمات مرض الحصبة في المدارس. أكدت وزارة الصحة أنها لم ترسل أي تحذيرات، بينما كانت الرسائل المنتشرة غير صادرة عن معمل المصل واللقاح التابع للوزارة، وأيضا ليس من العاملين بالوزارة. ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات للطلاب بالمدارس تحت إشراف وزارة الصحة يوم 31 أكتوبر الجاري لمدة 3 أسابيع. من الأخبار المهمة أيضا إعادة تشغيل مصنع 200 الحربي لإنتاج وإصلاح المدرعات، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. بدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمي للواء مهندس محمود عبد الحليم بدوي رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، تناول فيه تاريخ إنشاء هذا المصنع وتطور دوره في توفير احتياجات القوات المسلحة بداية من تصنيع الدبابات طراز M1A1 منذ عام 1992 وحتى الآن. وأكد اللواء محمد سعيد العصار أن مصنع 200 الحربي يعد أكبر برنامج للتصنيع المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي استمر بقوة وبفاعلية في تجسيد علاقات التعاون العسكري. وقدم الشكر بهذه المناسبة للإدارة الأمريكية على قرار رفع الحظر الذي كان مفروضا على توريد بعض مكونات الدبابة. اعتذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 وإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مقرا بأن النزاع الذي تسببت فيه الحرب لعب دورا في صعود تنظيم داعش الإرهابي. وفي مقابلة على شبكة تلفزيون CNN الأمريكية قال بلير: أستطيع القول أنني أعتذر عن الأخطاء وعن حقيقة أن المعلومات المخابراتية التي تلقيناها كانت خاطئة،
وأضاف لأنه وحتى مع استخدام صدام حسين للأسلحة الكيماوية ضد شعبه وضد آخرين، إلا أن ما ظننا أنه يمتلك لم يكن موجودا بالصورة التي توقعناها، قائلا أنه يعتذر عن أخطاء أخرى متعلقة بالتخطيط وبالتأكيد عن الأخطاء التي ارتكبناها حول الطريقة التي فهمنا فيها ما يمكن أن يحدث بعد إزالة النظام. وأكد بلير أنه لا يمكن القول بأن من قام بإزالة نظام صدام حسين عام 2003 لا يتحمل المسؤولية عن الأوضاع الحالية في 2015. معنا عبر الهاتف دكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. مساء الخير دكتور رائد. اهلا، مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بك. يعني تصريحات توني بلير تبدو مفاجئه في التوقيت وفي المحتوى، دلاله هذا الاعتذار وقيمته الان بعد 12 عاما من غزو العراق. يعني ربما تكون، محل الصدمه للبعض، لكن هي في حقيقه الامر نعم هذا كان هو الواقع. ما روج وما روج له بعض السياسيين الامريكيين والبريطانيين وما ساعد عليه للأسف الشديد، وأنا أقولها بملء الفاه، ما روج له السيد محمد البرادعي باعتباره في ذلك الوقت كان مسؤولا عن منظمة دولة الطاقة الذرية، من وجود أسلحة جرثومية وأسلحة كيميائية وأسلحة نووية لدى الجانب العراقي لم يكن صحيحا. كانت مجرد هناك برامج دمرت أكثرها في عام 90، وعام 93 انتهت بشكل كامل. ثم ما تلا ذلك، المشكلة الأكبر ما تلا ذلك من أخطاء ارتكبتها القوات البريطانية والقوات الأمريكية وقوات الاحتلال بشكل واضح بموجب القرار 1486، قرارين متتاليين أقر وجود الاحتلال. نعم هذا ربما كان صدمة للرأي العام البريطاني ربما العربي، لكن بالنسبة لنا كمتابعين لم يكن صدمة، لأن هذا هو الواقع. العملية كانت برمتها هي شرق أوسط جديد مقسم وفق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية البريطانية، لكن للأسف الشديد من دفع ثمنه هو أبناء العراق. أكيد أبناء العراق، لكن يعني العرب يعلمون ذلك تماما يعني كما تفضلت، لكن لماذا الاعتراف بذلك من قبل توني بلير الآن؟ المجلس العمومي البريطاني أعتقد طبعا مع التغييرات الأخيرة التي حصلت في داخل المجلس العمومي البريطاني والبحث عن بعض الملفات المهمة في مسألة حرب الخليج الثاني وما يسمى حرب الخليج حرب العراق باحتلال العراق، بدأ بعض النواب في مجلس العموم أو اللوردات بالبحث عن الملفات القديمة لتوني بلير. توني بلير يريد أن يعود مرة أخرى إلى الساحة الدولية، خصوصا بعد فشله كأحد المنسقين ما يسمى بالرباعية الدولية والفشل الكبير في موضوع حل الأزمة الفلسطينية. دفع توني بلير للعودة مرة أخرى. أنا شخصيا التقيت بتوني بلير في أول انتخابات، أول ما انتخب عام 97، جيء به إلى مجلس الوزراء، كان شخصية هلامية غير معروفة كرئيس وزراء جديد لبريطانيا، وبالتالي هو شخص غير كفوء علميا لإدارة الوزارة البريطانية، لكن في نفس الوقت هو لديه أنا شخصية، أنا أتكلم عن الشخصية لا أتكلم عن رئيس وزراء، وبالتالي هو دائما يبحث عن الشغل الإعلامي. ربما الكثير يعني هي طريق لكسب الشعبية، خصوصا وأنه قال في ضمن تصريحاته أيضا أنه هذه الحرب كانت سبب رئيسي في ظهور فيما بعد الإرهاب يعني مجسدا في تنظيم داعش. شوفي أنا أعود بك إلى تصريح له في الاندبندنت، في مقولة له في الاندبندنت أو مقال كتبه في أبريل نيسان 2004، يعني بعد عام من احتلال العراق. قال بالناس، قال نحن قد أزحنا دكتاتورية عتيدة في منطقة الشرق الأوسط، وسنحاول أن نبحث عن البدائل للمشروع شرق الأوسط الجديد. وأنت تذكرين جيدا أن مادلين أولبرايت في عام 99 عندما أقر ما يسمى بمشروع تحرير العراق تحدثت عن الجماعات الإرهابية والجماعات المتشددة في ذلك الوقت لأنها ربما تكون حليفنا الجديد في منطقة الشرق الأوسط. كراها توني بلير في هذا المقال الشهير، ربما أعود أنا أستطيع القول في أبريل بعد عام من احتلال العراق، أعتقد يوم 12 أبريل أو 13 أبريل، وربما الباحثين من المستمع المشاهدين الآن ربما يعود لهذا المقال. هذا مقال مهم جدا لأنه هؤلاء في ذلك الوقت، هؤلاء العرابين بوش الإبن وتوني بلير ومجموعة العرابين من الصقور في البيت الأبيض
والمساندين لهم في إسرائيل يعلمون جيدا أنه كانت تخطيط لإظهار ما يسمى بفوبيا الإسلام، وإظهار هذه الجماعات الإسلامية المتمثلة بالإخوان المسلمين، المتمثلة بجيش بيت المقدس، المتمثلة بأجناد الشام، بأجناد سيناء وما إلى ذلك، مسميات كثيرة جدا. ساعدهم على ذلك، أقولها بصراحة، ساعدهم على ذلك الرابو هذا المشروع في منطقة الشرق الأوسط. أقول بالذكر بشكل واضح، كان من يقود هذا المشروع من التوافقيين إذا صح التعبير، أو من عرابين لهذا التوافق، كان السيد محمد البرادعي بصفته المسؤول عن المنظمة الدولية، الولايات المتحدة نفسها يعني كانت يعني بالتأكيد تعلم أن العراق لا يملك سلاح نووي، ولكنها أرادت غزو العراق بهذه الذريعة. أدواتهم كانت في منطقة الشرق الأوسط متمثلة ببعض الشخصيات التي أساءت للأمة العربية، أساءت لعروبتها للأسف الشديد، متمثلة بالسيد البرادعي وبعض الشخصيات التي نعتبرها باحثون وكتاب وما إلى ذلك، والقائمة طويلة ولا أريد ذكرها حتى لا يتشتت المشاهد. الهدف أن سون الدير اعترف أخيرا وبشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ فادحا مع بريطانيا مع كل هذه الدول، ليس بإزالة نظام صدام حسين، المشكلة ليست بإزالة، إنما الكذب على الرأي العام الدولي، الكذب على المجتمعات العربية. روجت أكاذيب كثيرة عن الشعب العراقي وعن العراقيين، اظهرت الشخصية العراقية للأسف الشديد وكأنها شخصية مهزوزة، وهذا غير صحيح. نحن شعب، العراق لديه حضارة 7000 سنة، هذا شعب عظيم صحيح، هو الآن في كبوة لكنه سينهض، أملنا في مصر أن تأخذ بأيدينا ليس بأيدي العراقيين فحسب، بل بأيدي العرب جميعا. أشكرك دكتور عادل عزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. توجه المصريون المقيمون خارج البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان اللي بتمثل المرحلة الثالثة طبعا والأخيرة من خارطة المستقبل، اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين وحتى 9 من مساء ذات اليوم. نذهب إلى تقرير نعود بعده لمتابعة أخبارنا. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية اليوم وغدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة في 139 سفارة وقنصلية مصرية بالخارج، بعد أن استكملت جميعها جاهزيتها لاستقبال المصوتين الذين يشاركون في الاقتراع في جولة الإعادة، في حين لن تجرى الانتخابات في 4 دول فقط على مستوى العالم، هي اليمن وسوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى نظرا للأوضاع الأمنية. من جانبه أكد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أن إقبال المواطنين المصريين بالخارج على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب متوسط وإيجابي، خاصة وأن اليوم هو يوم عمل في الدول العربية والغربية. وأضاف لوزة أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الآن على مستوى العالم يبلغ حوالي 4000 شخص في جميع السفارات حول العالم. وتتابع وزارة الخارجية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، حيث أوفدت وزارة الخارجية منذ الجولة الأولى للمرحلة الأولى 131 من أعضاء الوزارة لتزويد أعضاء اللجان في بعض السفارات التي تشهد كثافة تصويت مرتفعة، وذلك بعد تلقيهم التدريب اللازم. يذكر أنه يحق لأي مواطن مصري التصويت في البلد التي يتواجد بها، حيث أنه لا يوجد نظام تسجيل مسبق بالنسبة للمصريين في الخارج، وذلك في ظل وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة لجميع المصريين، وبالتالي فإن أي مواطن مصري سيتقدم ببطاقته الشخصية الرقم القومي أو جواز السفر المماكن سيتاح له التصويت، وسيتم ربطه بقاعدة البيانات التي ستحدد ما إذا كان هذا المواطن مسجل وموطنه الانتخابي، وبالتالي الدائرة التي سيدلي بها بصوته. واستعدادا أيضا لجولة الإعادة في الغد وبعد غد، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح يومي الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية لطلاب المدارس التي ستجري فيها جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى. أكد هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قررت منح أجازة ل 4000 طالب و 659 مدرسة خلال هذه الجولة من الإعادة. من جانبه قال لواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم
إن الوزارة كلفت المديريات التعليمية بتسليم 4659 مدرسة على مستوى الجمهورية مخصصة للانتخابات البرلمانية تمهيدا لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى. وصل الموسيقار اليوناني ياني إلى مطار القاهرة اليوم قبل أيام طبعا من أولى حفلاته في مصر، إلى من المتوقع أنها تجذب الألاف من عشاق المعزوفات الموسيقية الغربية. كان في استقبال الموسيقار في مطار القاهرة السيد هشام زعزوع وزير السياحة واللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والعاملين في مطار القاهرة الدولي. يعني زيارة ياني بتجد صدى كبير لكل عشاق هذا الفنان. لأول مرة بتلتقي موسيقاه مع أهرامات الجيزة. المعروف عن ياني أنه مغرم بموسيقى الشعوب لدرجة أنه كل ما بيزور بلد لابد أن يخرج منها بعمل موسيقى بيمزج بين فكرة الخاص وموسيقى هذه الدولة. مصر طبعا كانت استقبلت أيضا منذ أيام قليلة الفنان الأمريكي العالمي مورغان فريمان الذي قدم إلى مصر لتصوير فيلمه الوثائقي The Story of God. هو الفيلم اللي بيتحدث عن الأديان والطقوس الدينية في العالم. أيضا زار مورغان فريمان العديد من المناطق السياحية الأثرية اللي موجودة في مصر. معنا على الهاتف الدكتور سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك. يعني بالتأكيد من ضمن الوسائل لتنشيط السياحة أنه يجي نجوم مشهورين عالميين في مصر، ده بيسهم في أن الناس تعرف أنه السياحة في مصر آمنة، أن عندنا استقرار، أن عندنا مناطق أثرية جميلة ممكن أن السياح يزوروها. يعني أهمية وجود هذا النوع من النشاط بالنسبة للسياح. بالتأكيد كلام حضرتك سليم 100%، لأن استخدام المشاهير في الترويج والدعاية شيء مهم جدا. وجود فنان عالمي بحجم مورغان فريمان أو بحجم الموسيقار المشهور ياني في مصر، ده بيدي رسالة إيجابية لجميع السائحين من مختلف دول العالم أن مصر آمنة، مصر مستقرة، وده بيشجعهم على زيارتها وعودة حركة السياحة مرة أخرى إلى مصر. أخبار السياحة يا دكتور سامي، يعني هل في نشاط لاستعادتها مرة أخرى؟ بالتأكيد الحمد لله الوضع جيد، طبعا مش بنفس الطموح اللي احنا كنا بنأمله، بس في احنا ماشيين في طريق ان شاء الله ان احنا نوصل بنهايه هذا العام الى حوالي 10.5 مليون، ربما 11 مليون سائح. الامور في زياده يعني تقدر بحوالي 5% مقارنه مع العام الماضي. احنا بنعمل على ان احنا نوصل ل 10% زياده لغايه نهايه العام. احنا بنعمل جهود ترويجيه وتنشيطيه، حضرتك يمكن سمعت على الحمله الدعائيه اللي ستطلق بعد ايام قليله يوم 31 اكتوبر، هاشتاج اسمه This is Egypt او هي دي مصر. ودي حمله غير مسبوقه على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها من خلال مشاركه جميع المصريين في هذه الحمله. حضرتك عارف ان الوسائل الحديثه النهارده كل واحد معاه سمارت فون او معاه كاميرا تصوير ممكن ياخد صوره لجميع مناحي الحياه في مصر، سواء اثريه او ثقافيه او الحياه العاديه اليوميه، تحط ملايين الصور على الهاشتاج، ده بيدي زخم اعلامي كبير جدا عن مصر بشكل كثير من السائحين الى العوده اليها، غير استخدام الوسائل التقليديه كالاعلانات المباشره في اهم الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون وفي المواقع الخارجيه او ما يطلق عليه الاوت دورز في اهم المدن العالميه. ده هتغطي في بصفه مبدئيه حوالي 11 دوله، ثم في المرحله الثانيه هتوصل الى 27 دوله ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق وبشكرك دكتور سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه. دلوقتي نتابع مع حضراتكم موجز 11 مساء لأهم الأنباء مع أمل رشدي، ثم نعود ونبدأ حوارنا حول جولة الإعادة من الانتخابات.